السلام عليكم. بعد اتفاق السلام مع الإمارات، نتنياهو يعلن عن خطوة يسعى إليها مع السعودية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أكد الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أنه يعمل حاليا من أجل فتح المجال الجوي فوق السعودية أمام الرحلات المباشرة بين إسرائيل وأبوظبي. وقال نتنياهو في مطار بن غورين الدولي: نعمل حاليا على السمح بتسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى دبي عبر الأجواء السعودية. هذا سيغير وجه الاقتصاد الإسرائيلي، ونتوقع حجما هائلا من الاستثمارات والسياح من الطرفين الإماراتيون، ومعنيون جدا بالقيام بالاستثمارات الضخمة في إسرائيل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الخميس الماضي التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بتويتر: انفراجة كبيرة اليوم، اتفاقية سلام تاريخية بين صديقتين عظمتين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. كما أعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف خطة إسرائيلية لضم أراضي فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: إنه يوم تاريخي. في الأخير، إذا كنت من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسى الاشتراك لتتوصل بالجديد.